أهلا بكم أحبتي مستمعي إذاعة القوات المسلحة العراقية، وحلقة جديدة من برنامج أوراق ثقافية نقلب فيه في سيرة مبدع عراقي. وحلقة اليوم مع الشاعر والكاتب والصحفي قاسم سعودي، فأهلا وسهلا به معنا. أهلا بك أستاذ قاسم. يا حبيبي أهلا وسهلا أنا بكم، سعيد الله جدا يحفظك. بسماع صوتك. أنا أيضا سعيد، الله يحفظكم، تسلم. أستاذ العديد، نبدأ من الموصل وحكايات الطفولة والبداية. كيف كانت بداية قاسم سعودي؟ أنا بالتأكيد هي كل مدن العراق هي ولادتي. بصراحة أنا هنا خطأ، أنا لست من الموصل، أنا من بغداد، يعني نعم. ولادتي في بغداد، لكن هناك بعض المواقع أو كذا، يعني أشياء تحدث، لكن كل مدن العراق هي ولادتنا، كل بيوتها في أستاذ العراق، قاسم، كلهم كيف مواطن كانت عراقي. البداية؟ هل كانت هناك بوادر للموهبة؟ والله احنا يعني انا ولادة 69، نعم. 1969، يعني في العاشرة من عمري 79 80، كانت هناك بعض مسألة التعبير في الصف المدرسي، في المدرسة وغيرها، مراقبة الأحداث الكبرى، هناك تتشكل طاقة الخيال لدى الأطفال، فكنا في أشبه بالدراما الهائلة من بداية الحرب وقسوة الأيام تلك، هو التي تنسيها بالتأكيد مشاغبات المدرسة، لكن كنت أحس أنه أنا أكتب بشكل يعني على الأقل جيد، والأصدقاء كانوا يفرحون بكتابتي والأساتذة أيضا. نعم أستاذ قاسم، خلينا نبدأ من الحدث المهم، أنا أعتبره الأبرز، هو دار منشورات مصابيح لأدب الطفل. نعم أن تكون هناك فكرة بهذه الروعة وهذه العظمة، كيف جاءت الفكرة وكيف تحققت؟ والله الفكرة من أنه أنا كنت أشعر بالحزن لأن لا توجد دور نشر مختصة بالطفل في العراق، يعني تكاد أن تعد على أصابع اليد الواحدة، وهذه مشكلة كبرى يعني. للأسف الشديد يعني لدينا فقط دار ثقافة الطفل، وهناك دار مهمة أيضا، دار البراق في النجف، وأيضا دار الفراشات في بغداد، فتعد على الأصابع. نعم. فحاولت أن يعني أصنع جسرا جديدا للطفل العراقي، غيمة جديدة، سحابة جديدة يرتفع بخياله، ببراءته، بمشاغباته، بكل شيء يهتم بالطفل. والحمد لله يعني نجحت في تأسيس منشورات مصادر لكتاب الطفل، يعني تقريبا في مارس 2019 انطلقنا، والحمد لله يعني شاركنا بعدد من المعارض العربية والخليجية، وأيضا نشارك في معرض بغداد، وهي فرصة أن المعرض الاثنين القادم يفتح إن شاء الله. أبوابه لجميع المواطنين. نعم أستاذ قاسم، يعني هذه التجربة اللي هي فريدة ومتميزة، كيف تلقاها الشارع عندما يأتي الناس إلى دار منشورات مصابيح؟ شلون والله توصف أنا هذه أشوف الفرح في عيون الناس، نعم. رغم كل شيء، رغم متواليات الحصار والحزن والعنف والحروب الصغيرة والكبيرة، لكن هناك كائن عراقي جميل وسعيد يفرح بأن هناك منتج عراقي خاص للطفل، خصوصا في ظل أنه جميع الدول العربية تهتم بالطفل بطريقة غير مسبوقة، وهناك عشرات دور النشر العربية. لذلك في مصابيح كان هدفنا واحد صديقي، هو قال له نحن لا نخذل الأمهات ولا الأطفال عندما يقرؤون قصصنا، وهذه جميل مهمة جدا. جدا عندي. فلذلك الحمد لله حصلنا على جزء من النجاح، ونحاول أن نصل إلى كل بيت عراقي، إلى كل مدرسة عراقية، إلى كل عائلة عراقية، إلى كل مكتبة عراقية، في أن تتزود من حكايات وقصص مصابيح. نعم أستاذ قاسم، يعني مبادراتك نعم وتجاربك سابقة دائما. مشروع آخر في غاية الأهمية هو هيا نكتب في بغداد، نعم نتمنى نعم تسلط الضوء أكثر على هذه التجربة الفريدة. والله هذا المشروع هو تعال نكتب في بغداد، هو مشروع تطوعي مجاني لتعليم الأطفال أو المدارس الابتدائية في بغداد كتابة القصة القصيرة للطفل. المشروع انطلق بال 2016 بدون ميزانية، يعني ميزانيتنا صفر، لكنها ملأى بحب العراقيين والناس الطيبة وأساتذة المدارس والمدراء ومديرات التربية، الجميع كان يقف معنا بصراحة. أنا وصديقي الشاعر علي حمزة وصديقي الشاعر منار المدني انطلقنا وزرنا 80 مدرسة في بغداد،
تقريبا منهم 50 إلى أكثر شوي حكومية و30 أهلية. أهلية، مدارس الكرخ والرصافة. من هذه الثمانين زيارة استطعنا أن نجمع أكثر من 700 نص قصصي، اخترنا منها 15 وأطلقنا كتاب اسمه مغامرات البولون بوبو، ووزع على المدارس العراقية بالمجان. أقصد المدارس اللي اختيرت قصص الأطفال بها. وطبعا هذا الكتاب لم يكن يرى النور لولا يعني وقفة اتحاد الأدباء والكتاب في العراق معنا، الله يرحم أستاذ إبراهيم الخياط المقصر، وأيضا الأستاذ فارس كامل مكتبة المعقدين في البصرة، ومكتبة الفراشات الأستاذ أحمد الراضي في شارع المدينة. إذن هو حصيلة من الحب، حصيلة من الجهد والمثابرة، استطعنا أن ننتج هذا الكتاب ووزع مجانا، وبعثت بمئات النسخ إلى مخيمات النازحين، وأيضا الكتاب أيضا وصل إلى بعض من المنظمات التي تعني باليتامى والطفولة في دول الخليج، حاولنا أن نوصل لهم أيضا. والحمد لله، الحمد لله، يعني هو تدري شعور الجمال أنه طفل صغير يشوف قصته واسمه وصورته موجودة في كتاب قصصي، ويفرح، يفرح كثير يعني شايف. فالحمد لله، الحمد لله، وإن شاء الله هناك مبادرات أخرى، يعني إن لأن شاء أطفالنا يستحقوا كل شيء. إن شاء الله. أستاذ قاسم، وحضرتك ذكرت الفرح، أنا من المتابعين طبعا لحضرتك، عندما أرى الصور واللقاءات اللي تسويها الأطفال، أو الأطفال اللي يشترون بعض أو يتزودون ببعض الكتب، أرى فرح في عيون قاسم سعودي، أرى فرح يعني جميل جدا. لا طبعا، هو ما هو الوطن يا صديقي؟ ترى الوطن هو هذا الطفل، يعني الوطن هو هذا الطفل، الأمهات والآباء، غيره ليس وطنا. هذول الوطن الحقيقي، أنت تعتني بالطفل قليلا، هو يقود لك كل شيء، هو يكنس كل شيء، هو يزرع كل شيء. فهذا الطفل هو مركز العالم، يعني روح العالم، يعني روح بغداد هم أطفال بغداد، روح العراق هم أطفال العراق، روح العالم هم أطفال العالم. أكيد. فلذلك يجب أن نهتم بهذا الطفل. نعم أستاذ إبراهيم، المجموعة القصصية حكايات الدرهم الذي كان يغني، نعم والفوز بجائزة الشارقة للإبداع المركز الثالث، طبعا نعم هناك الكثير من التكريمات، لكن هذه الجائزة أعتقد لها وقع خاص في نفسك. طبعا كانت أول، يعني مش أول جائزة بس كانت للطفل، يعني مجموعة قصة أول مرة أكتب للطفل، والحمد لله فزت في هذه الجائزة الحمد لله. وقصص هذه المجموعة تدرس في المنهج الإماراتي، في منهج المدارس الابتدائية في الإمارات، وهذا مهم جدا، يعني لأنه كاتب عراقي موجودة قصصه في المنهج الدراسي في الإمارات، وهذا مهم أيضا، يعني مهم ليس المهم العراق، مهم بالنسبة لي أنه قصصي تتواجد هناك، لأن العراق أكبر من يعني انه يلتصق اسمه بمبدع او شاعر، العراق اكبر اكبر بكثير يعني. نعم نعم أستاذ قاسم، تكاد تكون الكتابة للطفل هي أصعب أنواع الكتابة، لأنك بالفعل، يجب أن ترضي خياله نعم وتشعره صح بالسعادة. كيف تكتب؟ صح هي تكمن يعني الصعوبة في انه هذا امانة انسانية كبرى، يعني الكتابة للطفل امانة انسانية كبرى، هنا تكمن الصعوبة. لذلك يجب أن 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 لا يتعدى الكاتب أو كاتبة أدب الطفل أن ينظر جيدا إلى السبورة الأخلاقية لمنتج الطفل، بمعنى أنه أنت لا تدخل العنف في قصص الأطفال، لا عالج لامس، إحنا نستطيع ما أنت نعالج أي شيء بالكتابة صديقي، لكن نحن نلامس قضية، نلامس مشكلة، نلامس موضوع ما، فعلى أثره ممكن انه يصحى الاب، تصحى الام، تصحى العائله، يصحى الطفل، وخصوصا انه الان المتلقي ليس طفلا فقط، يعني الجميع يقرا قصص الاطفال الان. بالتأكيد. والان في اوروبا هناك يعني اختفت مساله الفئات العمريه للكتاب، اصبح الكتاب الطفل من 4 الى 80 سنه، الجميع يقرا كتاب الاطفال. يكاد يكون للجميع. بالضبط، هو هذا يكاد يكون للجميع. فمن هنا تكمن الصعوبه، صعوبة أنه أنت كيف تلامس أو تواكب خيال الطفل، خصوصا الذي سرق خياله من قطار العولمة السريع،
أجهزة الموبايل، أحدث المواقع، شاشات التلفزيون، شاشات الهاتف، كل شيء سريع في هذا العالم التكنولوجي المرعبة. فكيف أنت تسرق هذا خيال هذا الطفل وتروي له حتوتة أو قصة أو حكاية؟ فهنا تكمن الصعوبة، في أنه أنت تلامس ذكاء، لأن أذكياء الأطفال أذكياء جدا. نعم صحيح. نعم تكاد يعني تثير فيه أفكار وتشعل الخيال نعم يعني. بالضبط بالضبط. حاول ان تلامس قضيه ما او كذا ما بقليل من الدهشه وبطاقه خيال هائله بالتاكيد، وبلوحات مرسومه احترافيه وبتصميم حلو وبعنوان حلو. مهم جدا عنوان القصه، يعني مهم جدا يجذب الاطفال ايضا، والالوان الزاهيه بالتاكيد. نعم أستاذ قاسم، هل تعود بالزمن إلى الوراء لاستحضار بعض الحكايات ثم تعيد ترتيبها للأطفال في الوقت الحاضر؟ بالطبع بالطبع، احنا عندنا الان مبادره للكتابه للجميع انه انتجنا قصص حكايه جحا البغدادي. كان احد الاصدقاء الشاعر والقاص حسين علي رهيف من مدينه النجف، والحمد لله اليوم الكتاب وصل الى بغداد وراح يكون موجود في معرض بغداد. والكتاب حكايات جحا، استعاده شخصيه جحا وزجها في هذا العالم، وهذا مهم جدا. فمهم جدا انه الشخصيات خصوصا المقربه للطفل، السندباد ايضا استعدناه، وكتبته قاصة من البحرين أيضا، كتبت لنا قصة عن السندباد. وهكذا أنه أنت تستعيد بعض الأحداث والنوافذ التي تنام في الذاكرة بمجرد أن تطرقها. قلت لك هي وين الجمالية، أنه الطفل من عمر الرابعة، من عمر 4 سنوات تقريبا، تبدأ تتشكل عنده طاقة الخيال. فأحيانا وأنت يعني عمرك 40 50 60 تتذكر طفولتك عمرك 5 سنوات على شكل شريط سينمائي. فمهم جدا انه احنا دائما نرتكن لحكايات الاولين ونحاول ان نطرحها بطريقه معاصره بالتاكيد. نعم أستاذ قاسم، مع الظروف الصعبة بالتأكيد اللي مر بها البلد وبالذات يعني أنا أعتبر الدخول في مجال ثقافة الطفل هذا تحدي، وقاسم السعودي حقق الكثير في هذا المجال، من أين يأتي هذا الإصرار لحضرتك؟ والله من يعني حب الكيان العراقي، يعني الكيان العراقي ليس الآن وإنما من أيام السومريين إلى الآن وهو يمشي مرفوع الرأس رغم كل شيء. يعني هاي متواليات الحروب والحصارات والعنف وأيام الجوع وأيام كذا، ترى خلقت منه يعني بالمفردة الشعبية خلقت زلم، يعني مو كذا أوكي. فأني أحاول طبعا كل جهدي كل أن أصنع الأمل، أنا صانع أمل، أحاول أن أصنع أمل، أحاول أن 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 ألامس جميع رؤوس الأطفال بصراحة، يعني وأمنحهم الكتب وأخليهم يكتبون ويكونون لطيفين مع عوائلهم، لكن لا تستطيع أن تفعل كل شيء. لذلك أنا أحاول أن أقدم شيئا ما، وربك هناك شيء ما يسمى لطف إلهي، تجد انه الناس كلها تحبنا، وهذا مهم جدا. طاقه الحب العراقيه هذه لا يمكن ان تتوفر في اي مكان. فالذي يدفعني هو بصراحه هو طاقه الحب العراقي، وهي نفسها التي تدفع يعني دافع العربه او الحمال لكي يعمل، نفسها التي يمنحها شرط المرور او الجندي الطيب الجميل الرائع الشجاع او الطبيب او الموظف او عامل النظافه، الجميع يمتلكون طاقه الحب العراقي. والموضوع ليس مركونا لدي فقط، الأمهات الجميلات اللواتي يعني يفترشن الأسواق وبيعن، الجميع هو هذا الكائن العراقي، الجميع يصر على الحياة، يصر على التحدي، يصر على كل شيء جميل تستحقه. هذا أجمل ما في قاسم سعودي، أنه يرى الجمال في كل شيء. هو ضروري ترى الجمال في كل شيء، لأن بلدنا جميل رغم كل شيء. أستاذ قاسم، حضرتك أديب وقاص وخطاط وشاعر، الصفة الأقرب إلى قلبك. والله انا يعني الصفه الاقرب انه انا شاعر، يعني والحمد لله يعني لدي اكثر من 8 كتب شعريه، وتوجت بجائزه الاثير الشعريه في سلطنه عمان الحمد لله عام 2014 في مسقط، واحاول ان اكتب دائما. لكن المشكله الكبرى انه انا احب الاطفال، لذلك اشوفني انا اقرب لادب الطفل.
نعم أستاذ قاسم، وهذا أنا أعتبره شيء شخصي، هذا السؤال يعني أنا نفسي أعرف أو أتمنى الجمهور يعرف لمن يقرأ قاسم سعودي، خصوصا أنت دائما شخص مؤثر بالآخرين، لمن وبمن يتأثر قاسم سعودي؟ والله بصراحة أنا يعني شجرة الإبداع العراقي أقرأها يعني جميع أوراقها بصراحة، نعم يعني أنا أقرأ للجميع، وهو أيضا ليس نصيحة وإنما طلب أو رجاء من جميع القراء الصغار أو الشابات اللواتي يقبلن على القراءة أنه يقرأ للجميع، وأنت بهذه الممارسة راح تفرز، فاهمني؟ راح تكتشف، أكيد الاكتشاف هو أهم شيء في العالم، نعم اقرأ للجميع وأنت سوف تكتشف تكتشف أستاذ تكتشف. قاسم، بأيام الطفولة أكيد تأثرت بمجموعة قصصية بكاتب ما. نعم كنت أنا أقرأ بالتأكيد، نحن يعني كلنا قرأنا للسياب، و أكيد أنا بشكل خاص أقرأ لحسين مردان كنت الله يرحمه، و غائب طعمان فرمان الروائي، و يعني سيركون بولس الشاعر، وهم مجموعة كبيرة من الأدباء المبدعين العراقيين وأيضا العرب والعالمين، لكن أنا برأيي أنه أنا لم يرشدني أحد إلى أن أقرأ أحدا ما، أنا أقرأ للجميع ثم يبدي الفرز، ثم أين تجد نفسك مع كتابات من تفرح من، لذلك ضروري جدا، لأن أنت لما تقرأ للجميع يصير عندك شيء ما يسمى الحصيلة المعرفية، بمعنى أنه أنت تحصن نفسك من الداخل ويصير عندك مثل كنز قراءة، بحيث أنه تفرز هذا الكتاب جيد أو ضعيف، هذا الكاتب جيد أو لم زين يعجبني أستاذ كذا قاسم، وهكذا. هل نعم تتذكر أول مجموعة قصصية كتبتها؟ أنا يعني أتذكر قصص كتبت، قصة كذا عن الفيل نعم أتذكر أحيانا، قصة كتبتها عن شهيد ينهض من تابوته ويروح للعمل، يعني أيضا قصة قديمة إن شاء الله. أستاذ فيعني قاسم، اللي هذا الخيال من أين يأتي لقاسم سعودي؟ أجد خيال واسع هو ودائما أيضا كتاباتك تثير الدهشة. هو الخيال صدقني يأتي أول من شيء من الحصيلة المعرفية، والثاني شيء من شيء يسمى الوعي الجمالي أو العين الثالثة، بمعنى أنه أنت تمتلك عين ثالثة إضافة إلى العينين التي لديك، بمعنى أنه يصير عندك 3 عيون، هذا العين تمنحك أن تقرأ عيون الناس، تقرأ عيون المجتمع، تقرأ عيون المدينة، تقرأ عيون البلاد، عندما تقرأها يعني تلك العيون راح يصير عندك شيء ما يسمى الوعي الجمالي. أحيانا يعني صادفنا أحد بالباص بالسيارة تباوع أنت وعليه، يباوع عليك وكأنما تحكون، هاي حكاية العيون، أو تباوع على مدينة وكأنما تحكي، أو تباوع على علم العراق وكأنما يحكي، أو تباوع على جندي في السيطرة ما تشوفه يحكي، تباوع على صورة شهيد معلقة يحكي، الجميع يحكي، من هذه الحكايات أنا أستمد طاقة خيالي. نقدر نقول البيئة المحيطة بقاسم سعودي هي بيئة خصبة للروايات والخيال. هي البيئة المحيطة بالجميع بصراحة، لكن أنا أستمع للجميع، أنا أحب أن الناس تتكلم وأنا أستمع، نعم منها تنطلق الكثير من الحكايات. نعم صفحتك الشخصية على مواقع التواصل أشعر أنها واحة للشعر والأدب وقصص الأطفال، هل ساهمت مواقع التواصل في الانتشار وزيادة الوعي أم أنها لا أضرت؟ بالتأكيد أستاذ، يعني أنت كيف تنشر منتجك الجديد، كيف تتعرف الناس عليك، مهمة جدا يعني مواقع التواصل، سواء صفحتنا الشخصية لنشرات مصابيح أيضا موجودة في الفيسبوك وأيضا في الانستغرام، ومهمة يعني مهمة جدا يعني مهمة جدا يعني هذا قطار العولمة السريع مهم. نعم أستاذ قاسم، أكيد خلال مشوارك الطويل قابلت الكثير من الشخصيات وتأثرت وأثرت بالكثير من الشخصيات، من هو صاحب الفضل في نجاح قاسم سعودي غير قاسم سعودي؟ والله والدتي الله يرحمها، الله يرحمه. اي والله، وايضا المبدع العراقي الجميل الاستاذ قاسم محمد المسرحي الله يرحمه، انا كنت مقيم في الشارقه يعني عدت الى بغداد 2013، فاستاذ قاسم محمد الله يرحمه كان بمجرد انه ينزل نص الي في جريده ما او موضوع صحفي او قصه
يبادر يتصل بي ويشكرني، وهو قامة كبيرة مسرحية. وأنا يعني لم أكن معروفا يعني، وحتى الآن يعني لست شيئا مهما، لكن يتصل بك التواضع هذا الكبار الرجل أستاذي الطيب. العزيز. لا 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 والله يا حبيبي، ويتصل بك أستاذ، وأيضا أستاذنا محمود أبو العباس، وأيضا يعني جميع المبدعين العراقيين، يعني الحمد لله عندنا يعني علاقات طيبة بهم، والله يحفظهم دائما. نعم أستاذ قاسم، وأنت مرتبط يعني بالعراق وبيئتك المحيطة بك ارتباط وثيق، كيف شعرت عند إعلان خبر تحرير أرض العراق من دنس الإرهاب على يد قواتنا الأمنية؟ كيف كان الشعور الأول لاستقبال هذا الخبر العظيم؟ والله أنا كنت في حينها أظن في أحد معارض الكتب، يعني أول شيء أطلقته أنه أنا وزعت القصص مجانا في ذاك اليوم نعم للأطفال للجميع، وأنا بيئة طبيعة يعرفوني الناشرين العراقيين والعرب أنه أنا دائما أخذ العلم أعلام عراقية وأخليها بجناحي، يعني ويأتون الأطفال والنساء ويأخذون الأعلام. يعني فذاك اليوم زرعت المعرض أو جناح مصابيح بالإعلام، ولم أكن يعني بصراحة أقدر أتحرك، ما قدرت أمشي، يبست يعني مش عارف. من فرحنا أنا هاي الناس الطيبة الشباب الحلوة، البلاد هذه التي عانت ما عانت، يعني كأنما مش ولادة جديدة وإنما ولادة كبرى للبلاد، شايف، للأمهات اللواتي ينتظرن يعني أولادهن، لكل شيء جميل في هذه البلاد. والحمد لله يعني قلت لك هناك دائما شيء يسمى لطف إلهي، يعني الله يحب العراق، لذلك يعني الحمد لله نجانا من هاي منظومة الشر الكبرى. نعم أستاذ قاسم، لا شك أن معارك التحرير فيها الكثير من القصص طبعا والحكايات طبعا طبعا اللي طبعا تدفع طبعا، التدوينها. ممكن نرى في أدب قاسم سعودي شيء عن معارك التحرير قريبا؟ لا بالتأكيد والله بالتأكيد، احنا يعني نحاول دائما يعني ان نجتهد ونثابر في ان نلامس، يعني نلامس قطرة دم واحدة أريقت، او دمعة واحدة أريقت ايضا، او يعني كف واحدة رفعت يعني جثمان شهيد. بالتأكيد نحن نحاول دائما ان نرصد هذه الأشياء لأنها تاريخ بلاد يعني. ولكن انا لست مع العنف، بمعنى انه ادب الطفل خصوصا الان ليس مع العنف، لذلك احنا مثلا لدينا قصه تحتفي بابنه الشهيد التي تحاول ان تشتري كتبا، وهكذا ناخذ احنا من منطوق جمالي وانساني اخر بعيد عن دخان الحروب، يعني شبعنا بما فيه الكفايه اصلا. بالتأكيد اي فنحاول ان لست مع العنف، انا مع السلام، مع الحب، مع طاقه التسامح، مع أن تكون البلاد بمعنى البلاد. نعم أستاذ قاسم، لو كان قاسم سعودي يمتلك مصباحا سحريا، فما هي الأمنية التي سوف يطلبها؟ أن أعمل مركزا كبيرا يسمى التربية الإبداعية للطفل، وهذا يعلم الموسيقى والخط والتمثيل والقص والشعر، كل شيء يعلم للأطفال. يعني مركز كبير في العاصمة العراقية يكون على نهر دجلة، وتزور المدارس العراقية يومية، تجينا مدرسة مدرستين ونعلمهم يعني كل شيء، ونحاول أنه نلامس الشخصيات العراقية المبدعة في هذا المركز. ممكن تحقيق هذا انا طبعا يعني طبعا استاذ قاسم طبعا ارى طبعا انه دار النشر اللي حضرتك بديت بتاسيسها كانت خطوه مهمه نحو هذا المشروع. نعم 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 احنا مثلا في راس الان انا شو يسمى ماراثون الكتابه، نعم انه الجميع يكتب، يعني نعمل يوم واحد للكتابه. في راسي ايضا مبادره العلاج بالكتابه، في راسي ايضا شيء يسمى كتاب الحكايات سيره الضوء، والحمد لله انه راح ننتجه بعد شهر، قصه عن زها حديد، قصه عن بدر شاكر السياف، قصه عن عم بابا الله يرحمه، قصه عن محمد الزاير، نصير شن، غابطه، مفرمه، جواد سليم، وايضا تستمر القصص، شايف؟ هذا هو الجزء الاول. الجزء الثاني ايضا قصه عن ستا كوبيان، قصه عن كذا، يعني نحاول ان نلامس الشخصيات العراقيه المبدعه، المبدعه حقيقيا، ونقدمها للطفل العراقي. نعم، وحضرتك تتحدث على هذه الكتب المهمة القادمة إن شاء الله، ما هو آخر إنتاجاتك أو كتاباتك الأدبية الشعرية بالخصوص؟ الشعرية لدي كتاب إن شاء الله في يعني إن شاء الله يرى النور بعد شهرين أو إن ثلاث، شاء اسمه الله. كتاب الساحر، وهو مجموعة شعرية
تضم أكثر يعني من يعني تقريبا 250 صفحة، مجمل ما كتبته أو أفضل ما كتبته نخليه في هذا الكتاب اللي هو كتاب الساحر. وأيضا هناك بعض الكتب القصصية للأطفال، كتاب الولد الذي يحب الديناصورات، وأيضا بالإضافة إلى كتاب الحكايات. وإن شاء الله يعني الله يسهل الأمور وتمشي يعني. أستاذ قاسم، حضرتك يعني شاعر وكاتب، كيف ترى النقد في العراق؟ ما سمعت السؤال، عفوا. عفوا، كيف ترى النقد في العراق؟ وحضرتك شاعر أكيد. لا لا لا، هو بالتأكيد هي المنظومة النقدية مهمة. يعني هو النقد ترى أشبه بالمصباح، يعني كلما كان هناك نقاد أكثر، الدرب المبدع يضيء أكثر. يعني النقد مسألة مهمة جدا، لكن أغلب ما ترى يتداول أو كذا هو انطباع، يعني وليس نقد. النقد يحتاج إلى ناس متخصصة بالتأكيد، وأساتذة الأساتذة الموجودين يعني الحمد لله يعني قامات نقدية جميلة وتقدم ما تستطيع أن تقدم. نعم أستاذ قاسم، هل الكتابة هي نوع من تفريغ الهموم أم هي إبداع؟ أنا أراها عند قاسم السعودي هي إبداع، كيف تراها أنت؟ والله لا، بالتأكيد هي ما تفضلت به يعني، لكن يضاف لها إنه أنت تمشي وتجد رأسك في السماء. يعني كتابة النصوص الشعرية والنصوص القصصية فشيء ملهم. الكتابة تجعلك كائنا آخرا، يعني تعرف أنت أيام قبيل الإسلام كانوا يسمون الشاعر بالنبي، يعني إذا ولد ابن لشاعر يذبحون مئات النعوق. يعني والمتنبي ترى جاءت سيرته من المتنبي على أنه النبي، يعني كان ينظرون للشاعر على أنه النبي، فكيف يتصرف؟ والآن أيضا يعني بعض الشعراء والشاعرات والكتاب ينظرون إلى نفسهم على أنهم آلهة. خطأ حبيبي، يعني أنت لا، يعني أنت موهوم. يعني الكتابة والإبداع شيء، واحترام الناس وتقدير الناس وعدم مصادرة رأي الناس، أيضا الاستماع للجميع، خصوصا نحن نعاني ما نعاني في هذا البلد. فإن شاء الله يعني الأمور يعني قلت لك بالقادم يعني تطور أحسن، وهي رسالة إلى وزارة الثقافة والقائمين على وزارة الثقافة بأن فتح جسور كثيرة للإبداع والمحبة والسلام. نعم، حضرتك متواجد دائما في شارع المتنبي، مركز الثقافة في العراق، كيف ترى الوضع الأدبي بشكل عام بالعراق؟ هل هناك والله تحسن؟ هناك تطور؟ أنا كيف أنظر إلى ذلك عندما أنتج نصوصا للطفل، بمعنى أن كتب أطفال الحمد لله صار عندنا إنتاج تقريبا 50 إلى 60 قصة وكتاب قصص للطفل. أيضا بقية الدور النشر العراقي تصدر، كل ما يقرأ الطفل كتابا تقول قسوة العالم، وإذا كل ما تقرأ العائلة كتابا تقول قسوة الحياة. فهناك إنتاج جميل وجيد ورائع ومتحرك لأغلب دور النشر العراقية، والتي تشارك في تقريبا في جميع المعارض العربية، وهذا مهم جدا. يعني الحركة الثقافية جيدة، لكن بالتأكيد نحتاج إلى كثير من المبادرات، نحتاج إلى كثير من الدعم، تأكيد. نحتاج إلى الكثير من الفعاليات الحقيقية. يعني بعد أسبوع إن شاء الله معرض بغداد الدولي للكتاب، وهي يعني تظاهرة جمالية وثقافية كبرى. بعدها راح يجي أنا عراقي أنا أقرأ، وهكذا تستمر دورة المعارض والمهرجان. لكن أنا أتمنى أن يكون هناك معرض للطفل، يعني وهي رسالة أيضا إلى وزارة الثقافة أن تخصص معرض كتاب بغداد للطفل أو معرض بغداد لكتاب الطفل. نعم أستاذ أتمنى هذه قاسم، القيمة. وحضرتك من المساهمين في تجربة أنا عراقي أنا أقرأ التي تقام على في نعم شارع نعم بنو آسيا أبو كل الواسط، عام. نعم هذه أتبرع لهم التجربة، الصراحة. يا نعم ريت تحدثني نعم عن بداياتها. والله هي اعتقد بدت. انا بصراحه لست مساهما، انا اروح زائر احضر، لكن انا اعطيهم الكتب. بالضبط، هم هاي شباب مساهمة أستاذ حلوين. قاسم. نعم اي والله، يعني الشباب حلوين هم المنظمين والكذا، ويحاولون يجمعون تبرعات ليله السنه من الكتب وطرحها الى الناس. بصراحه تظاهره حقيقيه، اعتقد انه عمرها الان صار 11 الى 12 سنه، مهم جدا. بالضبط، وتقام في ارض واسعه والحمد لله، هي الان تقام في يعني قرب تمثال الشارع والشارع، هذا مهم جدا. هناك آلاف الكتب توزع بالمجان للجميع، ليس فقط الأم والأب والطفل، للجميع. أيضا فعاليات هناك، ويوم عراقي حلو، أعتقد هو يصادف في شهر 10
يعني او داعش الجو ايضا يكون لطيف لحضور الكتاب ولحضور العائله. نعم أستاذ قاسم، رسالة أخيرة يوجهها قاسم سعودي إلى إذاعة القوات المسلحة العراقية وللجمهور العراقي. والله انا احب العراق كثيرا، احب اولادنا واخواننا الجنود كثيرا، الارض العراقيه احبها كثيرا، كل شيء في العراق جميل، حافظوا عليه ايها الاحبه، ادعوا لنا بالتوفيق، ويا رب اهتموا بامهاتكم وابائكم، ضروري جدا هاي الرساله، اهتموا بزوجاتكم باطفالكم، وان شاء الله نشوفكم بخير دائما. إن شاء الله مع هذه الرسالة الجميلة أحبتي من كاتبنا العزيز قاسم سعودي نختم حلقة اليوم من برنامج أوراق ثقافية. إلى اللقاء في حلقات أخرى بإذن الله. شكرا لكم. الله يحفظك.